اوكي اوكي كومان كومان والله جلسات البينيات انا رهيبه جول رك طيب اليوم جايب لكم مهنة حارس. في الحلقة اللي فاتت كان أول ظهور لي مع البايرن، لعبنا الكلاسيكو اللي قمنا في الكلاسيكو، لعبنا ضد دورتموند وللأسف خسرنا، بس إني قدمت مباراة كويسة في مباراة الكلاسيكو ومباراة السوبر الألماني. أنا أشوف إني لعبت مباراة جيدة. اليوم بيكون عندي أول ظهور في الشامبيونز ليج، أول مباراة راح نلعبها ضد الفريق هذا، أتوقع إنه فريق روسي، فبيكون أول ظهور لي في الشامبيونز ليج مع البايرن اليوم إن شاء الله. طبعًا قلت ألبس بايرن بما إني انتقلت البايرن، جلست أدور دور ما لقيت عندي إلا بايرن 2017، هذيك آخر بايرن شريتها، بس ما عليه تمشي الحال، أهم شيء نفس الشيء. بس قبل ما نبدا يا عيال لا تنسون تضيفوني في مواقع التواصل الاجتماعي، كل حساباتي لازم اذكركم يعني. خلونا نبدا الحين بحلقه اليوم. اوكي في متطلبات والله مني هنا، يقول لك حقق 14 كلين شيت. اوكي اوه والله هذا تحدي، شوفوا هذه معدل تقييم المباراه. اوكي طيب في معدل اللي هي التصديات الا شوفوها، نسبة تصديات الأهداف المتلقاة 2.9، أنا لين الحين 1 وفوق 1.5 وهنا 6.5 وشباك نظيفة الظاهر ما جبت أنا، ولا جايب في السوبر؟ جايب في السوبر واحدة، بس هم يقصدون في الدوري، يعني الدوري تقريبا الألماني 34 أو 38 جولة، لازم أجيب 14 منها كلين شيت، والله صعب التحدي ذا، 14 مباراة والله كثير. على المهم خلونا نلعب الحين أول جولة لنا في الشامبيونز ليج، وأنا ملاحظ شيء غريب في التشكيلة، أن كارفخال السي بي وجوميز هو الآر بي، المفروض في هذه المباراة ناكلهم أكل الخصم هذا، ولا لا يا عيال؟ ما ابغى حركات الدفاع الغبي ذي. ونسيت اغير رقمي 9، يا الله ادري في ناس يذكروني في الكومنت بس والله انا انسى، ان شاء الله بعد مباراه البايرن ان شاء الله. هذول لو سجلوا علينا فضيحه يعني، اتوقع هذا الفريق اول مره يشارك في تاريخه يمكن. ها ها جول كومان، ها كومان عنده نفس مشكله امبابي اللي في كارير زلاتان، يركض لين يصقع في الحارس. لاعب مميز سواء مضيع انفراده، لاعب مميز الحمار. خطيره اوه بلوك اخيرا، بدل ما يدف في مثلث الليفا لا قرر يرجع يا اخوي، يدف للرجال مثلث متسلل ليفا، لا ليفا ليفندوسكي بتنصفك كاف، ثاني انفراده قدام المرمى يضيعونها العيال، ثم نلقم الحين ويجي اللوم علي انا. جوريسكا وش تسوي؟ حلوه اوكي وجول جول جول، يا سلام يا سلام من الهدف الاول، من اول المفروض مسجلينه، كفو يا ليفاندوسكي عوض الهجمه اللي ضيعها قبل شوي، اسطوره يا حمار يوم انفردنا، يا الله الحكم برضه بكملها. يلا 1-0 ممتاز يعني الشوط الاول، الاستحواذ طلع فوق ال 70 مو فوق ال 60، انتم معنا في الملعب يا بايرن مركزين يعني. مثلث مثلث الله انفراده انفراده، هذه لو ضاعت عاد ما في عذر، ما في عذر انها تضيع. جول الثاني صح عليكم يا عيال، ليفاندوسكي يضرب بالثاني، ليفا باك هداف الشامبيونز ليج ذا الموسم. يلا الحين بما ان تقدمنا اثنين ابدا اخذ دور نوير اللي هو تقدم صح، بس دقيقه خلوا الكره تجي معنا عشان ما اجيب العيد في الفريق. ها خل خل خلها لي، خذ الله شاركت في الهجمه شوي، اخيرا شاركت في شيء في المباراه، جيب خذها رجع رجع، ابغى اشارك شوي في الهجمه يا عيال. انقلها لهذاك، لا يا حمار الحمد لله عدت على خير، ابيها لهذاك البعيد هنا الجناح قنابري، بس انقطعت الحين وصارت مرتده، صارت هجمه عكسيه يا عيال. تركيز اوكي المدافع اخذها بس اوكي رجع لي صح صح، هدي 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 شوي هدي هدي يلا هدوا هدوا ما عليكم، خلوني اجمع الاستحواذ شوي لان استحواذنا فاشل، اذا فيك خير خش علي اتحداك اتحداك المهاجم، غطي لا يا وهي العيد العيد شتها في المهاجم ورجعت. اوكي ناول ناول هناك بس، وش ذا التمرير البيض والله يا رجل حارسي حوله، خطيره واللعب التمريره رفع رفع 100% بيرفع بيرفع، ايه الكم الكوره من اول ابي اسويها انا من بدايه السلسله هذه، اخيرا سويتها طلعت صح، دائما ابغى لكم العرضيات. اول ظهور في الشامبيونز ليج واول كلين شيت في الشامبيونز ليج كذا من اول مباراه صح، المباراه الجايه برضو راح تكون في الشامبيونز ليج ترى المعلومه يا عيال، اتوقع انها ضد ليستر سيتي المباراه الجايه، ما عليه بنجلدهم حنا. بالضبط مثل ما قلت لكم ضد ليستر سيتي وفي الشامبيونز ليج، ليستر هو فايز وانا فايز، عندنا كلنا 3 نقاط، اوباميانغ ريتشاليسون ماديسون انديندي تريماس، اوه تشكيلتهم يجي منها صح، فيلا راح تكون مباراه صعبه ترى، دائما ليستر سيتي كذا ينشب الافريقه الكبيره دايم. يلا يلا المباراه في ارضنا، المباراه في ميونخ، شوف على طول تدخل في الهجمه، ناول اللي هنا شوف ابغى شارك انا، ابغى ناول كثير اوكي روح هناك فوق بلعط، اوه والله حسبها راحت غلط يعني اوباميانغ ولا ريتشاليسون، ارجع ارجع خلاص اوكي خذ خلاص اخر تمريره خلاص ارجع ارجع ارجع، حلوه مولر 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 يعني قدامك مدافع تناوله في رجله
يعطيك العافية يعني على هذه الخدمة اللي قدمتها لستر. خطيرة خطيرة، بيرفع بيرفع. اوه اوكي المدافع طيرها. والله اكثر شيء خاف منه ترى الراسيات، صعب تتوقع الراسية وين يعني بتكون. يا مولار ركض قدام تكفى. ها ها جول ليفا. يا ليفاندوسكي هي حلوة، هي المفروض كعب الكومن. بينية يا ساتر يا ساتر. اوه اوكي اوكي امسكها امسكها. بغيت اجيب العيد، الحيوان يطالع مناولها لي اكس، فانا ابي امسكها زي كذا وسوى بريدج. والله بغيت اجيب العيد في الفريق يا عيال واستقبل هدف غبي. ثاني مباراة بغيت اجيب العيد فيهم. ارجع 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 ارجع. خطيرة. يا سلام يا سلام. والشولة ترفع الحين يا الملقوف. يا ربي ذا الفريق. يا ساتر بشوت. ايزي ايزي اوكي انت الشوط الاول 0-0. بس يا اخي البايرن عندهم شيء سلبي، يعني احس الهجمه تطول عشان تنبني الهجمه. حتى انا شوف استحواذنا يعني غريب غريب ان البايرن كذا يكون. بس انا اقول لكم تفسير ترى والله يعني هذا تفسير واضح. الكارير احيانا اذا كنت انت مع الفريق يعني فريق حقك يبدون يخلون الفريق حقك خايس شوي عشان تحس ان الموضوع صعب ويصير فيه اثاره في الكارير. وللاسف يعني هذه فكره سيئه الصراحه. انا متاكد ان لو لسه سيتي مو بخمسة دفاع كان سجل هدف على الاقل في الشوط الاول. يا ساتر اوكي لا تناولها برجله. يا الله الغبي منولاس الثور تناولها برجله. اوكي امسكها امسكها. يا سلام يا سلام بسرعه بسرعه. ها روح انت روح مرتده على طول، فهمت؟ مرتده قدام مو بترجع يا ذكي. بسرعه مثلث. اوكي المفروض مثلث اقوى من كذا. شفتوا كيف فاشلين؟ شفتوا كيف بايرن ما ادري ايش فيهم؟ هنا هنا عطني عطني هنا يا اخوي. جالس اطلبها بس اضربها وده هناك. يلا هذه 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 وراها شيء وراها شيء. مقطع بليسة كيف خذها؟ خطيرة. هاي يا عيال وين 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 تبي العب عليك؟ انا اتقدم شوي وارجع يا ذكي. ايش رايكم بالله بالتصدي؟ انتظره بس شوف انتظره. يبي نقشها من فوقي السبك ذا. والله ما تجيبها من فوقي لو وش اطلع 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 وامسكها اطلع وامسكها اطلع وامسكها. صح يا عيالي يرحم امكم. هجمه هجمه مرتده سريع. هذه لا هذه تمريره مني انا خايفه. معليش معليش باقي اربع دقائق ثلاث دقائق بعد يا عيالي. يلا ايش فيكم ميتين في هذه المباراه؟ والله شيء غريب يا اخي تكفون. والله العظيم مباراه بيض اقتلوا ام المتعه. بس كذا البايرن ما يتحركون. شوفوا الشيء الوحيد تصدي حقي، بس هذا الشيء الوحيد في المباراه تصدي هذا. طبعا كان في مباراه في الشامبيونز ليج وسويت لها سكيب. لو تلاحظون الى الان انا ما بعد استقبلت ولا هدف في الشامبيونز ليج. انا ناوي على الشامبيونز، ناوي على الشامبيونز ليج انه يكون ادائي ممتاز. هذا الموسم راح التركيز راح يكون ترى على الشامبيونز ليج. والله من جد يمكن اسحب كثير على مباريات الدوري. شوفوا انا لعبت ثلاث وحافظت على النظافه الشباكي في ثلاث مباريات. بعد في ناس لاعبين سبع، طبعا اللاعب سبع هم سبب انهم لعبوا تصفيات يعني مؤهله للشامبيونز ليج. على العموم خلونا نلعب هذه ثالث مباراه الحين في الشامبيونز ليج، واتمنى من العيال انهم يسترجلون. لازم نفوز عشان نتاهل، اذا فزنا اليوم خلاص نضمن دور ال 16، ولازم نفوز الجوله الجايه عشان نضمن الصداره. فيلا يا عيال تكفون استرجلوا وتحركوا بسرعه. والله العظيم اسطوريه جول. ها وراها شيء. يخرب بيته من وين نط ذا؟ جول كومان. يا الله كومان هذا كنا ديمبلي. سبحان الله في كل فريق ديمبلي، فينيسيوس كومان، كل فريق موجود لاعب زي كذا. يلا 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 ديفيس. ها جول. والله شوفوا تجيهم مباريات ها شوت يا اخي، تجيهم مباريات يبدون يلعبون بسرعه ومباريات ميتين. الله يقطع بالكارير هذا والنظام المخيس. يا مولر لا تصير كريه، خلاص عاد العب زين. ها كيميتش فجرها يا شيخ. والله انت تشوت، فكونا من مولر ذا لا احد يناولنا. ليفا بسرعه عطها مولر ذا الفاهي، سجلها عاد انت. الله لا يوفقك يا شيخ. غطوا زين غط. انا اطلع ابطلع 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 معكم، انا بصير بهذه الهجمه معكم. اوكي خلاص عشان ابدا اعلمكم كيف. يلا بس منك يلا. اوكي كومان في مازق. والله ماني بقايله يا فارس عوض. ها لازم ادرسكم انا، ارجع لي ارجع لي زي كذا تهجمون. ها انا جالس العب بطريقه افضل من هجوم حقنا. بلا عيال هنا اكس هنا. لا تكفو لا تصير مرتده. اوكي اوه قطعتها صح، انا اللي قطعتها. اكس هنا صح. والله لا شارك في الهجوم عاد، دول هجومهم بيض. تعال لي هنا تعال روح روح. ديفيس ديفيس رجع لي يا ديفيس. حلوه جول جول جول. اوف ضيع يا عمي. والله العظيم بصير اهجم عاد. ايش ذا الفريق النايم ذا الهجوم حقه. جول هذه
مين مولر؟ اوه الحمد لله والله لو مولر يا شيخ كان تسمعون طوط واجد. لعب كمهاجم انا الحين التعليمات اللي عندي. والله لو اروح اهاجم قنابري العب هدي ايه دائما اذا جت تنقطع ارجع على طول هنا 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 اوكي اوكي كومان كومان والله جسات بينيات انا رهيبه. جول ركنا جول ها يا عيال لا مو برجال حاسي يا شيخ استرجل انت وياه انا جالس اهجم واسجل انا. هذه رساله مولر والكومان اول هدف لي في الشامبيونز ليج باذن الله مشوار هداف الشامبيونز ليج. لين متى لين متى وانا اعلم وادرس تعبت والله العظيم تعبت. عجبني والله ايش رايك انا عجبني الهجوم ايش رايكم اكتبوا لي رايكم نصير نهاجم واجد. انت الشوط الاول بهدف مني انا متقدمين العيال صح يلا يلا الشوط الثاني ان شاء الله افضل من الشوط الاول. انا ابغاهم بس يسترجلون ويعتمدون على انفسهم ويسجلون اهداف. بس انا عندي سؤال كيف حارس ركنها وجابها جول ورجل الاساسيه يسار ولا خرب بيتك راكنها باليمين ومن خارج المنطقه وجت هدف. والله سلكولي فيها ذي فيفا خطيره. اوه متسلل متسلل ابغى اشارك يا عيال في الهجوم ايش رايكم. لا 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 تشوت لا تشوت ها لا تشوت اكس هنا ايوه ايوه يلا 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 ودها هناك ودها هناك. التمرير والله انه سيء عند حارسي انا كنت بعطيها هناك بعدين اتقدم بس ان جبت العيد في العيال صح الفونسو اكس هنا يا ولد صح خذ رجع رجع يلا يلا لا يشوت يمين حاسي ابشركم انا حسبه يسار يلا روح 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 يا ساتر يا ساتر لازم لازم اجيب شباك نظيفه انا خطيره خطيره بشوت هذا غبي والله انه ما شات توقعتها بعد الكنترول الثاني بشوت يا اخي اطلع 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 اوكي اوكي امسكها يا سلام يا عيال كلها كم دقيقه تماسكوا شوي اوكي صح ما فيها لمسه يد هذه الحمد لله والله انا شفت يد ديفيس مرفوعه خطيره امسكها امسكها صح دقائق ست دقائق تركيز تكفون ابغى اجيب كلين شيت لاني مسجل فهمتم تكون مباراه مميزه خطيره طير صح عليك صح ها لا لا والله اني حاسها بتجي هدف مدري ليش مدري ليش والله اني حاس يا عيال لقمنا والله اني حاس والله سبحان الله احساسي دائما صح. انتم تغطيتكم الزباله ذي دفاع والله ولا فيهم ولا واحد رجال في الدفاع والله العظيم هي بيقلبونها عليه والله لا يوفقكم يا شيخ لو انقلبت والله العظيم كف عاد صفر خلاص يا اخوي صفر فكنا الحمد لله واحد واحد كيف نضيع فوز كيف اضيع انا برضو كلين شيت يا اخي حرام عليكم يا يعني. والله نظام الكارير مخيس هذا الفريق اللي تروح له تبدا تحسه ضعيف يعني ابفهم هذا فاضي ليش فاضي ليش هذا رقم ستة اهم شيء سجلت هدف والله هدف حلو شوف رجعكم وركن في الزاويه الثانيه والله هدف اسطوري صح على العموم هذه تقريبا اخر جوله في مجموعه الشامبيونز ليج اليوم لعبتها كلها الدوري لازم لازم ارجع العب في الدوري عشان شوي نرفع المستوى فهمتم الى الان لعب ثلاث مباريات انا في الشامبيونز ليج او اربع مباريات بقى جولتين ما استقبلت الا هدف تراني افضل حارس الى الان يعني في الشامبيونز ليج ان شاء الله اني بكمل كذا وباخذ افضل حارس في العالم بس هذا الشيء لازم له بطوله الشامبيونز ليج ان شاء الله في الحلقه الجايه راح تكون بدايتنا في دور ال16 فانا ودي الصراحه اقدم يا عيال خلاص فهمتم ودي اقدم لين نشوف من خصمنا في دور ال16 في الشامبيونز ليج قدمت لين دور ال16 لا مو بدور ال16 لين القرعه وضدنا نابولي نابولي اللي ضدنا اول شيء بنلعب في ارض نابولي واضح لان اسم نابولي على اليسار اوكي في الحلقه الجايه ان شاء الله عندنا نابولي بس ابغى العب شوي في الدوري مثل ما تعرفون فرق نقطتين بس عن المتصدر اللي هو دورتموند فلازم عاد ابدا العب في الدوري ترى سحبت على الدوري في حلقه اليوم لاني كنت مركز على الشامبيونز ليج لا تنسوا يا عيال تضيفوني في حساباتي في مواقع التواصل انستغرام وسناب وتويتر وذي الاشياء واعطوني تقييمكم للهدف بس كذا والركنه والله ما يسويها ليفا والله فبس هذا اللي كان عندي يوم تسلك والاشتراك ومع السلامه.